مرحبا، أنا وسلمى اليوم رح نحكي لكم عن محرك بحث جوجل، كيف الشغل ليقدر يوصل المعلومات اللي بتدوروا عليها. والأهم من كده هنتكلم عن أحدث وأهم الميزات اللي جايز أنتم مكنتوش تعرفوها عن جوجل سيرش. ومن أول ما بدأ محرك بحث جوجل في عام 1998 كانت مهمتنا الأساسية إن احنا ننظم العدد الكبير قوي من المعلومات اللي موجودة على الإنترنت ونوفرها لكل الناس في كل مكان. ولما تيجي تعمل بحث عن كلمة معينة مثلاً، جوجل بتدور على الكلمة دي في ملايين من الصفحات الموجودة على الإنترنت، وبعدين بنرتب لك نتائج البحث على حسب أكتر من 200 عامل مؤثر، مثلاً عدد المرات الكلمة دي مذكورة في الصفحة، هل الويب سايت ده مصدر معروف وكويس، وبعدين بنرتب كل النتائج دي على الصفحة الرئيسية لجوجل، وكل ده بيحصل في أقل من ثانية واحدة بس. وشي ما بتعرفوه عن محرك بحث جوجل انه الصفحة الأولى لجوجل سيرش كانت باللغة العربية ببداية الألفين، وعلى مدار السنين انضم لنا فريق خاص لتطوير المحتوى العربي على محرك بحث جوجل. من ميزات محرك البحث جوجل ميزة البحث عن الوظائف اللي بتخلي الباحثين عن الوظائف بالعالم العربي يلاقوا مئات من الفرص بمدينتهم أو بمنطقتهم. وميزة أخرى هي ميزة رحلات جوجل أو جوجل فلايتس، بتخليكم تلاقوا تحجزوا رحلات الطيران حول العالم. أما لمحبي كرة القدم فعن طريق محرك بحث جوجل فيكم هلأ تلاقوا جدول المباريات، تشكيلة الفرق والنتائج. أما هاي الميزة فمعظمنا بيستخدمها من خلال محرك بحث جوجل. لو حابين تروحوا على مطعم أو محل معين فيكم تشوفوا إمتى بيفتح إمتى بيسكر موقعه على جوجل مابس، وتشوفوا كمان صور وآراء الناس عنه. وميزة أنا كتير بحبها هي ميزة البحث الصوت، لأنه ما في داعي نحن نكتب على جوجل سيرش، بكفي إنه نحكي بصوتنا ورح تطلع لنا كل النتائج. كمان إنها بتزبط على أكثر من 15 لهجة عربية، فإذا حابين نجربها هلأ بالسوري مثلاً، شلون بنعمل تبولة؟ زبطت بلهجتي، بس خلينا نجرب باللهجة المصرية مع سلمى. سلمى عم نجرب ميزة البحث الصوتي، فعطينا شي هيك بالمصري على جوجل. الساعة كام دلوقتي في القاهرة؟ الساعة 4:30 في القاهرة. عبد الرحمن مرحبا مروة، عم نجرب ميزة البحث الصوتي على جوجل وحابين نجربها باللهجة السعودية. أكيد. طيب يلا خلينا نجرب. كيف نحمس القهوة العربية؟ ممتاز، بالفيديوهات كمان. احنا لسه شايفين دلوقتي ازاي ميزة البحث الصوتي فهمت كذا لهجة عربية. خلينا نسمع من نجيب جرار زميلي هنا في جوجل ازاي الميزة دي بتشتغل بالظبط. لما انت بتحكي اي جملة عن طريق على البحث الصوتي تبع جوجل، احنا بناخد هذا الكلام اللي انت حكيته ومنحلله، في نفس الوقت منقارن الاشياء المميزة في كل كلمة حكيتها مع المليارات من الكومبينيشنز للكلام اللي احنا عنا موجود عنا في بيانات سابقة، ومنحاول نتعرف على واحد ايش هي اللهجة اللي انت حكيت فيها، واثنين ايش هي الكلمة اللي انت هلأ نطقتها، وثلاثة ايش هي ممكن تكون الكلمات اللي بعدها، ومنقارن هذه التوقعات اللي عنا إياهم بالكلام اللي انت حكيته، وبنفس الوقت مندور على النتائج الكلام اللي انت فتشت عنه، وبنعطيك النتيجة بأسرع وقت وسهولة. طبعا هذا الموضوع احنا قلنا بنشتغل عليه في جوجل باللغة العربية من 2008، ومع كل سنين اللي بتتقدم والتكنولوجيا اللي بتتقدم بتصير عليه إضافات زيادة، وبالتالي بصفي أسرع وأسهل للمستخدم. يعني من زمان احنا كنا نقارن كل الجملة اللي انت بتحكيها بتسجيلات احنا موجودة عندنا، حاليا باستخدام الشبكات العصبية والتطور اللي قاعد بصفي في الذكاء الاصطناعي، فإحنا مش بالضرورة أن نقارن كل الكلام اللي أنت بتحكيه، لكن نصفي من نلاحظ إيش هي الكلمات المميزة في الجملة اللي أنت بتحكيها حتى نتعرف على اللهجة اللي أنت بتحكيها، ونتوقع إيش هو السؤال اللي أنت بتسأله لجوجل ونجيب لك الأجوبة اللي بدك إياها. طبعا هذا كل العمليات المهولة من اللي بتصفي بجزء من الثانية قاعدة بتعمل عندك، وأنت ما بتلاحظ إلا بتحكي الكلام جوجل بيفهمه وبيطلع لك الجواب مباشر. وإحنا متوقعين أن الميزة دي تتحسن إن شاء الله. طبعا مع التطورات في عالم التكنولوجيا هاي الميزة حتصفي أسرع وأدق في المستقبل. جميل، شكرا يا نجيب. شكرا يا سلمى. خليني أحكي لكم عن ثلاث أمور مو الكل بيعرفها عن محرك بحث جوجل. شوفوا الصورة اللي بعتت لي إياها سلمى مثلاً. من خلال ميزة البحث عن الصور ممكن نعرف تفاصيل هاي الصورة وين كانت موجودة. لو كنتوا شغالين على جوجل دوكيمنت معين، من خلال ميزة الاستكشاف ممكن أنتوا تلاقوا صورة معينة عم تدوروا عليها أو إجابة لسؤال من غير ما تروحوا على محرك بحث جوجل. وأخيراً مؤشرات جوجل أو جوجل ترندز، من خلالها فيكم تشوفوا شو الناس عم تدور عليه على منصة البحث في مختلف الأماكن حول العالم. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نتمنى أنها تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي كلها. أنا مروة. وأنا سلمى. ومنشوفكم الحلقة الجاية. من الأمور اللي أنتوا مو
عبد الرحمن.